ود يا ولد يا ولد يا ولد عجول. الله سلام عليكم، عاملين ايه يا جماعه؟ الفيديو ده من نوع جديد شويه، لان الناس او الشباب قالت لي في الاستريم انت ليه مش بتنزل الماتشات اللي هي في النص في الفوت شامبيونز على اليوتيوب. فاللي حصل ان انا كنت بلعب 7 ماتشات في امان الله وكسبان الحمد لله، تمام، يعني هتشوفوا الريكورد. لقيت ايه بنفسي بلاعب واحد مصنف السنه دي هو ال 44 على اوروبا، في الاغلب هيلعب التصفيات اللي بتاعت كاس العالم دي اللي هي البلاي اوفز. بس كده، فهسيبكم مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم. هقول لكم التشكيله دلوقتي في السريع. التشكيله كالاتي: ادرسن، روبن دياز وماركينيوس، روبرتو كارلوس ليفت باك، ووكر رايت باك، ديمبيلي ناحيه اليمين، وناني ناحيه الشمال، خوليت وديونج الاثنين في النص. ديونج هو اللي بيدافع وخوليت هو اللي بيهاجم. رونالدو وليو ميسي اللي طلع لي الجميل اثنين مهاجمين. التاكتكس اللي انا بلعب بيها بالانسد 4-4، بالانسد 5-6-3، والانستراكشنز كل اللعيبه بالانسد الا الاثنين دول، ده كفر سنتر بس وبالانسد، وده ستي باك ولا اتاكينج وكفر سنتر. يا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب لو بتتفرجوا على اليوتيوب وانتم مش عاملين سبسكرايب، ولو بتتفرجوا على فيسبوك برضو لايك وشير. وهتلاقوا تحت في الديسكريبشن في اليوتيوب كل السوشيال ميديا بتاعتي لو عايزين تعملوا فولو، وبرده الكوتشنج لو عايزين اي حد ياخد اي كوتشنج يفتح اللينك لكم فيه كل التفاصيل. مش اخر عليكم الفيديو، يا رب يعجبكم. السلام عليكم يا اخوانا، عاملين ايه؟ منورين والله. بلعب واحد بيستريم على تويتش برده اسمه تويتش موروز. عليا وانا ببيع نفسي بيعه يعني في منتهى السوق. يا لهوي وحش قوي. انا يعني انا عملت كميه حاجات سيئه. وهو ليو ميسي يا ولد. ودي 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 يا ناني يا ناني يا ناني يا اناني. انا ما شفتش كده، ما شفتش كده والله العظيم، والله العظيم ما شفت كده. حط بقى، ده مش ممكن يعني. لا 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 لا، غلط 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 غلط. مش ممكن، ايه اللي انا بهببه ده؟ مش اوفسايد على هادي يا زبادي، على هادي يا زبادي، يا ليو يا ميسي، على هادي يا زبادي. ايه الارض؟ ورونالدو ليو. اوعى يا جوميز، مش كتير بلعب قدامه. الله يا ادرسن. ودي يا ديونج، ودي يا ديونج، ودي يا ديونج. ايه بقى؟ ايه بقى؟ حاجات غريبة والله العظيم. ودي ليو. سلام يا ادرس. يا رب 29 والله. اوه دي فرقة حلوة قوي، دي فرقة حلوة، ده محتاجين نركز الماتش ده. الله يا دمبلة، عثمان دمبلة، الله يا ابني على الصناعة والله. حلو قوي خلت انت هنا. وليو ادي يا ميسي. بس انا اعتقادي ان الراجل دوت مصنف، اعتقادي يعني. ايوه راجل ايطالي، ده هذا مصنف وجامد كمان. دي يا ودي يا دمبلة، ودي يا دمبلة يا عثمان، يا دمبلة يا جميل. يو لاست الكونكشن. اوكي ده فوز سعيد جدا الصراحه. هو عامل ايه في الرانكينج؟ ال 44 على اوروبا، يعني ده ممكن يبقى هيشارك في البلاي اوفز. اوبا رونالدو المتختخ مع شويه عيال صغيره. بس 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 والليو مفيش. ماشي عفانا عفانا والله العظيم عفانا، لعيب عفانا. العب ايه ده يابا؟ ايه ده؟ الحمد لله. ازاي يا دمبولة؟ ايه يا عثمان يا دمبولة الكلام ده؟
ود يا ريناتو، حرام عليك يا ريناتو، جامد جامد جامد. اوبا ده كلام كبير، فرقة ممكن تعمل قلق. ودي يا رونالدو، يا ساتر يا رب يا ساتر. ده ماتش عصيب بالدرجة الأولى فعلا والله. حرام عليك يا ميسي، حرام عليك يا ساتر على البينيات، يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب على أي كلام، يا ساتر يا رب. يا لهوي يا جدعان، اوفسايد، ايه الهبل ده؟ والله العظيم خسارة، خسارة والله العظيم، خسارة والله العظيم، خسارة مش ممكن كده. انا اخسر ماتش زي ده؟ ده دي الديلة، حصل خير فعلا. مشكلة الواد ملوش لازمة، هي دي اللي ضايقك والله، ملوش لازمة خالص. موجود يعني مصنف ماشي، بس ما اخسرش منه نهائي نهائي، يعني يبقى كل المقاييس ما ينفعش. بيدافع بس انا رحت، ما انا رايح 8 مرات. ودي يا ميسي على ابو المسامس. لا 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 لا، كان المفروض مش فيست تاتش، غلط غلط. بص باصه غلط اديت له جول. ودي يا ولد يا ولد، ود يا ولد يا ولد يا ولد عجول، الله عجول. ازاي ازاي يا جدعان، ازاي العيال ما وقفتش قدامه؟ مش ممكن، ازاي والله. ولد يا مكامبو يا راجل بقى، انت ايه القرف ده؟ حلو يا كامبو، ارد لك ماشي. وبسي الحمد لله يا عثمان يا دنبول، لا كمل جري يلا. صح نهار ابيض، ودي صورة وكباتن معلش. ودي يا دنبلة عثمان، دنبلة ودي ودي ودي. طب ما تطلع يا اسطى، مش عايز تطلع، عنيد راجل عنيد، اطلع يا عم. صح كده صح كده.